شهر رجب هو أحد الأشهر الحرم، وهو شهر حرام يستحب فيه الأعمال الصالحة كلها، ولم يرد بخصوصه شيء معين سوى أنه من أشهر الحرم التي قال الله تعالى فيها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. والأشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب. رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. المطلوب من الإنسان أن يحرص على أن لا يقع في خطأ، لأن الإثم فيها أعظم، فلا يقصر الإنسان في واجب ولا يرتكب محرم لأن وزره فيها أشد، ولا يجوز القتال فيها بحال إلا في دفع الظالم، دفع المعتدي. وأما ابتداء القتال فلا يجوز. فعلينا أن ننتبه لهذا الأمر وأن نحذر من الوقوع في البدع، وشأن البدع خطيرة. إن الإنسان لا يتوب من البدع في الغالب، لأنه يرى أنه متقرب إلى الله عز وجل.